كلم معك الدراري خويا انا شوف نبيل نبيل الدراري تقعدوا من البلا انا نخرج انا نخرج انا تكلف خليك انا نخرج انا بعدو من السلعه الله يرحم الوالدين اخوك خويا شخبار الصوت خاويه البلايص خاويه من التجار شنو بالك والله خويا انس اش غنقول لك الى التجار بيع وشرايا اش نقول كاين اللي باع دارو كاين اللي كمل كاين اللي صافي باع الطوموبيل كاين اللي حبس كاين اللي ولا شي ضربه في الصندوق كاين مصيبه صاحب هاد العماده خويا اش نقول لك هاد العماده داخل السيسان اصلا تيبيع ويشري وغا هما في خبار بزاف اخي السلعه راه اش نقول لك التفاحه خويا هو 42 42 10 دراهم في المارشي حليب راك عارف من 70 4 دراهم الزيت 2600 اللحم 100 درهم فروج ب 1000 فروج ب 1000 1100 هادشي كامل هذا وبنادم راه كيتخلص ب 80 درهم ب 80 درهم كيتخلص يعني اللي كيتخلص ب 80 درهم وباغي يخدم غيجي غياخذ كيلو بطاطا كيلو خيزو كيلو مطيشه سالات 80 درهم والصوب غالي يا صاحبي اللي غيبغي يدير الحريره غيبغي يصوم شعبان ولا كذا اللي غيبغي يصوم ما غيديرش الحريره غتقام ب 50 درهم هاد العام هذا راه اللي عنده المأدوبه ديال الافطار هاد العام هذا اللي كانت تتكلف ليه مأدوبه الافطار الطابله 100 درهم ولا غتولي ب 250 300 درهم ودخلنا عليكم بلاص اللي عنده ثلاثه الاولاد وخدام ب 80 درهم شنو غيوكلهم اصاحبي شنو غيوكلهم اصاحبي شنو غيوكلهم اصاحبي والله خايل كاين اللي ما كلاش بطاطا دابا شي 15 يوم اصاحبي وحق الله خايل بزاف هادشي هذا ونص مول فين تناخذوا ديال الدجاج ب 100 ريال وتزادت 7 درهم في الكيلو اصاحبي كاسكروت زاد وكاسكروت وكنينيك زادت فيها اصاحبي 50 فرانك وبزاف على الازمه بزاف على كورونا بزاف على الحرب بزاف على التضخم بزاف على اي حاجه اي معادله اقتصاديه بزاف عليها اي حاجه غتبغي تقول لي عندها علاقه خويا دول متقدمه تركيا ولا الهند ولا كذا ولا فطور التقدم اين فوا بدات كتصدر يلا بدات تتصدر عرفاش كاينه ازمه دارت حد بغات بغات دير حد الكشفاء داتي السوق ديالها هو الاول حنايا كنعطيو الاتحاد الاوروبي 5000 طون ديال المطيشه 5000 طون مطيشه دايره 12 درهم في فرنسا وانا دايره 12 درهم هذا راه المخطط الاخضر غاديالكم هذا راه المخطط الاخضر ديالكم اللحم دار فيه 100 درهم والدجاج دار فيه 20 درهم هذا راه مخطط هذا مخطط دراسات استراتيجيات راه بزاف صندوق ديال الوقود ب 25 مليون اصاحبي بغيتي تجواج جا الطلاق المراه غتخلي ليها الدار هذا قانون عاد غينزل في غادي السوابي في غادي اخ النوش فين غادين جايبين كاس العالم للانديه هنايا هنا غندعموا ب 25 مليار وعرفونا العالم عندنا البالون اصاحبي عرفونا عندنا دراري بالراس ولكن راه ما عارفيناش عندنا الجوع اصاحبي راه عامل بون غير رجع راه دوز ايام عامل بون اصاحبي اللي عاشوا جداد الناس بزاف اصاحبي كاس ديال الحمص ب 60 اصاحبي تقالي 30 درهم الحمر راه 60 درهم اصاحبي اوه اصاحبي حبه ديال الثومه بدرهم اللي جاو عندو الضياف دابا يجري عليهم اصاحبي والله شي يجري عليهم بالله جي عندو الضياف دابا يجري عليهم والله الا بالله اللي مريض ديال ولدي يمشي للسبيطار ما كاينينش الدواياش ما كاين شي حاجه ما كاينه ارا بزاف مواطن راه صافي المواطن تعلق في داك الحبل ديال النشير صافي زيرو درهم كاين دابا الدوغري كاين واحد وكاين 100 حنا راه الدوغري 100 وصلنا ل 100 صاحبي كورة راه ضربات البوطو قال الركراكي ضرب بوطو وتخرج ودرنا النية الكورة دخلات بزاف اصاحبي البلاطو ديال البيض ب 900 وبالله عليكم ها البرلمان ها الناس الوزارة اللي كتدخلوا في الفلوس بالله عليكم واش عرفتوا بطاطا شحال وصلات بطاطا راه 90 درهم اصاحبي و 90 درهم اصاحبي بطاطا اصاحبي راه غيحبسوا صحاب السناكات غيحبسوا صحاب كاسكروطاج كلشي غيحبس اصاحبي
بزاف اصاحبي. الناس راه كتبكي وماشي كتبكي، كتبكي الدم، الدم اصاحبي. فين هي ضربت المسؤوليه بالمحاسب، ربط المحاسبه بالمسؤوليات؟ انا بغيت نشوف شي قائد، بغيت نشوف شي وزير في شي منصب عالي تحاسب. جامد لافي اصاحبي، 27 عام في هاد البلاد الكحله اصاحبي، وكحله. انا اقسم بالله تجيني جنسيه، انا ماشي لي رزقي في الحي، وتجيني جنسيه والله تنبدلها بالله، والله تنبدلها بالله بسلامة هاد البلاد اصاحبي. شنو اصاحبي؟ راه صافي، راه بزاف اخويا. قرينا ما خدمناش، توظفنا ما خدمناش، شي حاجه اللي تنديروها ما تتصدقش اصاحبي. وبزاف اصاحبي، واش مني غتولي تنوض قهوه بسبعة دراهم الناس البيطاليين ولا بثمانية؟ ها قهوه نورمال سبعة وكاع ثمانية، مالك كاينه الطريفات زادت؟ فين هو هادشي هذا ديال الدولات؟ فين هما الواردات مقارنة بالصادرات؟ فين هي قطع السياحة؟ واش حنا دولة ما كتدخلنا والو؟ مراكش تالي شي وجهة عالمية، وجهة النجوم. فين هي السياحة الرياضية؟ وبزاف اصاحبي. وراه الشيخ نقول لك واحد الحاجة، واللي عمر اليوم وعمر غدا وبعدو والله إلا عمر بالله. باغي نحاربوا العشوائية، وراكم حاربتوها، وراكم حاربتوها، حاربتوا طبقة كاملة الكادحة، طمسوها في الأرض أصاحبي. راه قلتها وغنعاود نقول، المغرب راه ما بقاش فيه الغني والمتوسط والفقير، المغرب ولا فيه الغني اللي هما هما وصحابهم، ولينا حنايا اللي تحت الصباط أصاحبي. بزاف راه المونينيكس دورشونا فيها. تسول دابا اي واحد تقول لي علاش باغي الغربه، يقول لك بزاف مقاد البلاد ما يدار اصاحبي. وانا الوالده مريضه كتمشي للسبيطار شهرين دابا اصاحبي، ولا اللي عايشه ما عرفت شنو تمشين كدا في اطار نمو بالجهه كدا كتمشي كيردوها. مالك باقي ما كاينش، باقي ما كاينش، باقي ما كاينش شي حاجه ما كايناش. وراه بزاف اصاحبي. مالك يا ام سعدي؟ والو حيدي. ها هي ام سعدي حدايا الربيط اصاحبي، شنو غتصور فيها اصاحبي؟ حمص بالسين اصاحبي. دابا دابا واحد كاين واحد الشائعات تيقول لك الشناق. غنشرح لكم واحد المنظومه التجاريه، هذاك اللي كيدخل السلعه ولا اللي كيبيعها في الارض، اللي كيبيعها خويا انس معلقه في الشجره، كياخذها عنده بيع وشري، من عند فلاح بيع وشري، ياك؟ ذاك البيع وشري سوا كان غيبيع تما، سوا كيدخل، كيصيفط السلعه لفوندورات. كاين واحد الطبقه كادحه، ناس بوسطاء كيبيعوا ويشريوا، هما داخلين في اطار في المعادله التجاريه. راه ما حرام ما حلال، ما حلال ماشي حرام، حلال. كياخذ عنده 20 30 صندوق، كياخذ غاميه غاميه، كيبيع 20 صندوق كيقدر يدي 100 درهم، يقدر يدي 4000، يقدر يدي 6000، يقدر يشدوا السوق تمشي ليه 3000 درهم 4000 درهم، يقدر يكمل. راه مولو كيطلبوا في هذا الغلا هذا، ولا كيجي كيقول لك عطيني، راه ما خدامش اصاحبي. تقول لي نتايا اللي حق هذاك الشناق كيبيع ويشري، الشناق الكبار راه هما نتوما المسؤولين، هما نتوما الوزراء، هما نتوما رئيس المجالس الجهويه، هما نتوما النواب اللي كتكلفوا الخزينه ديال الدوله ما عرفت شنو، وكتمشي فيها هباء من تراث. هاك اخويا جينا باش نحاولوا باش نختموا بها الاخر، لاننا خدينا خدينا وقتنا الكافي. لا لا صافي نجر اخي. شنو السؤال اخي؟ بالنسبه لك انت دابا شنو الحل؟ الحل هذا خص طرحوا على الرئيس ديال هاد البلاد. ما عرفتش هو الرئيس الحكومه ديال هاد البلاد. ما عرفتش شحال البطاطا دايره. لا بلاش بلاش بلاش، والله الا واحد المداخله بسيطه، واحد المداخله بسيطه، والله نقسم لكم بالله اللي كتنبيع ونشري، ومره مره تجي عندك شي مره مسكينه الله يحسن العوان، كتقول لك اعطيني طيطه ولا مطيشه. كتكون مره كتهز الطيطه مع هذا السيد، مره كتهز، اقسم لكم بالله العلي العظيم، الى هاد عادي عادي والله تنكملها بالله خيس محمد. ها نكمل هاد المداخل، اقسم لكم بالله العلي العظيم، ما كنتش كتجي عندك مراه سي محمد. سي محمد ملي كانت بطاطا بسبعة درهم والله تتسكت كاينين الحالات والله ما واكلين بطاطا. والله ما نولي بحال الزير باش ناكلوا بنانا، ما بقيناش ناكلوا 30 عام حتى ناكلوا بنانا. واحد المداخل، مراه كانت كتجي عندك طبله كتقول لها عطيني عبطيطه ولا مطيشه، كتهزها وتعطيها لها بسبيل الله، داكشي تيبقى بسبيل الله. اقسم لكم بالله روتين في الخدمه، اقسم لكم بالله دابا والله ما تنقدر نعطيها بطاطا ولا مطيشه. بطاطا ولات وسط عليك 3 دراهم، 3 دراهم الحبه، وانت غتعطيها بطاطا ولا مطيشه؟ بطاطا بجوج دراهم ومطيشه 3 دراهم، راه 100 ريال غتمشي، راه ما يمكنش انت غادي تسمح في رزقك.
اقسم لكم بالله الله يحسن العوان، الله يحسن العوان، شي حاجه وسط البلافو. السؤال ما عرفناش باش نطرحوا ديال شكون هو، شنو هو الحل ولا شكون هو اللي وقع؟ ما كاينش الحل والله، ما كاين بالله. سير اخويا اسم محمد يعطيكم الحل مباشره مع الحل. بالنسبه للحلول الترسيم ديال العشر ديال البيع والشرايا غيتلغى، كاينه ازمه تلغى العشر. ماشي السيد تيدخل، هذا حل، من الحلول. اسكت، ماشي السيد صافي كيدخل كامي وكيخلص عليه 1500 درهم، كيجي يقسم الطوناج على الصنادق كيلقى مخلص 500 درهم الطون، كنجي عنده انا باغي 10 صنادق يقدر غيبغي يبيع ليا ب 5 درهم، غنخرج انا المواطن غندير 7 درهم وغنبيع ب 6 وغنبيع ب 5. غدور الحركة الاقتصادية. دابا كتهضر معاك يقول لك انا مخلص 1500 درهم غا 10 نقدر نقصوا درهم. المشكل الثاني هما هاد الحكومة وهاد 37 ولا ما عرفتش 40 وزير اللي كاين غيلغيو المعاشات ديالهم باش يدعم الصندوق الدعم ويدعم صندوق المقاشة، واللي عنده شي سيارة ديال الدولة غيحطها حيت المحروقات غالية وغيستخدموا السيارات ديالهم اللي شاب عليهم في الملك ديالهم وغيديروا ليسانس من عندهم اصاحبي. واللي عنده شي واللي عنده شي شركه غيحاول يدعم وغنرفعوا القدره الشرائيه، وبحال الدعم ديال كورونا غيكون دعم دابا. وبالنسبه لقطاع اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء والبيضاء غيعاونوا القزار يدخلوا البيم وينقصوا لهم في الثمن ديال العلف باش تدور الحركة الاقتصادية ويدعموا بنادم. كاينين حلول ولكن هما شنقول لك ربي مني كيبغي، ربي مني كيبغي يعذب الدبانة ولا ما عرفتش يقول لها كيحيد ليها الجناح. هما شوف عمر شي شفار ما تيقنع صافي، حيت انا اصلا شعب ما واعيش، كنا واعيين ما غيكونش هادشي هكا. شكرا. الله يحفظك اخويا.